فتت الشاورما السورية على الطريقة الكيتونية، سهلة كثير، وصفة جديدة راح تعشقوها لما تجربوها. وصحتين وألف هنا. عندي صدر دجاج بدي أتبله بزيت الزيتون والخل والليمون، ملح، ثوم، بودرة، وبابريكا، وفلفل أبيض، وشوية قرنفل، وحبة البركة، وشوية هيل. أخلط الكل مع بعض. بعد التتبيل هلا بدي أحطهم بالقلاية الهوائية الإير فراير أو بالفرن بيمشي الحال لحتى يتشقروا تقريبا شي نص ساعة أكثر بشوي. بدي باذنجان مكعبات. هذا خبز كيتوني نحن سوينا كذا حلقة عنه، تقدر تشوفوه على القناة. بدي أقطعه بالشكل اللي يناسبكم، مثلثات أو مكعبات. أضيف الخبز على الباذنجان وأحط عليهم شوية زيت زيتون وكمان أقلبهم، وهذول كلياتهم بدي أحطهم بالقلاية الهوائية أو بالفرن، أو حتى ممكن تقلوهم بالزيت لو حابين. هذا الخبز والباذنجان صاروا جاهزين، وهاي الفروج بدي أعملهم شرايح. هذا مخلل الكيتو السريع الإسعافي بخمس دقائق أنا سويته جاهز، الفيديوهات موجودة على القناة. بدي أعمله مكعبات كمان. شوية نعناع، زيت زيتون، وأخلط الكل مع بعض. هذا لبن يوناني أنا سويت فيديو له على القناة موجود، تقدروا تشوفوه. وهذا مايونيز الكيتو أنا كمان مسوي له فيديوين على القناة، تقدروا تشوفوهم بأي وقت. عصير ليمون، شوية ملح، كمان شوية مي، وأخلطهم.